السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن أنا مقصر مع القناة ومع الناس، وما يعني أغلب الناس مش بعرف أروح لها وأدعمها وكده، والدنيا ملخبطة والله، يعني ملخبطة مش معايا لوحدي، مع الدنيا كلها، وكله يئس من اليوتيوب ومن قرفه ومن قلة العدل فيه ومن قلة تقدير المحتوى. أغلب حاجة دلوقتي شغالة على اليوتيوب الهلس والكلام الفاضي. أنا بفكر الفترة اللي جاية دي إن شاء الله كده ما مشغلش بالي بالقناة وباليوتيوب والكلام الفاضي، لأن ده كله طلع بدون أي فايدة ومفيش منه رجا. وحتى أنا شايف ناس كتير قوي محتوى محترم جدا بتتعب وبتتبهدل عشان تعمل محتوى كويس، وبرضه ما عندهاش أي تشجيع او حد يدعمها او حد يشجعها في الشغل اللي هي بتعمله او في المحتوى اللي بتقدمه. فانا بفكر كده، يعني افكني من الكلام الفاضي كله، بحس ان انا بضيع وقت على الفاضي، وما بقاش ليا نفس ان انا اسجل حاجه والله العظيم خالص، ولا بقيت حابب الموضوع من ورد الله يعني. فالناس بس اللي انا بتكلم الكلام دوت عشان او بصور لحاجه واحده بس، الناس اللي انا مقصر معاها ما تزعلش مني، محدش يزعل مني بالله عليكم، وهي مسألة تعب وظروف ودنيا كده، في لخبطة. فالواحد طبعا طول ما نفسيته تعبانة أو متلخبط مش هيبقى له نفس يعمل أي حاجة. فحقكم عليا، وربنا يكرم الجميع يا رب ويوفق الجميع. وأنا آسف جدا لو مقصر مع أي حد، وكل واحد أنا مقصر معاه حقه عليا، وربنا يوفق الجميع يا رب، ربنا يوفق الجميع ويعوض عليك والله، يعوض على الناس الكويسة اللي بتعمل محتوى محترم وما تلاقيش أي دافعة من لا من يوتيوب ولا من الناس اللي بتفهم، حتى الناس اللي هي إيه، الناس اللي هي مثلا بتقدر المحتوى المحترم تستفيد منه، ما بقاش كله بيجري ورا الهلس، كله بيجري ورا المسخرة، كله بيجري ورا الكلام الفاضي، وده كله بيأثر علينا إحنا كناس محترم. فربنا يوفق الجميع ويعينكم. أنا بالنسبة لي بقالي فترة بنزل أغاني مكررة، بعيد النشر، لاني مش شايف حاجه تستاهل ان الواحد، مع انه عرفني بناس محترمه كتير، بس انا مش شايف حاجه تستاهل ان انا اعمل فيديوهات او اسجل تاني عشان وهو مهما كان برضه انا ما بسجلش في مكان جامد قوي، انتوا عارفين انا بسجل الهاند فري، على قد ان انا التسجيل مش في استوديو او في مكان مكلف، بس انا بتعب برضه والله في التسجيل. فمحدش يزعل مني يا جماعه ان انا مقصر معاه برضه عشان ما اطولش عليكم، محدش يزعل مني ان انا مقصر، هو غصب عني والله. ربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع يا رب ويصلح حال الجميع ويعوض على كل الناس اللي بتتعب وبتشقى وما بتلاقيش، والله المستعان، الله يمسيكم بكل خير.